هذه حيكون تفاصيلها كيف، او حيكون مثلا انا القى القبول كيف اول حلقه. بالمناسبه هنا نحن كسودانيين ما عندنا فريق انه ده مثلا ده من جهه كده ولا ده من كده ولا كده، نحن هنا كاسره كبيت واحد يعني. انا ابراهيم السير بابيكر، بعمل مختبرات، بدرس مختبرات طبيه في بي سي تي فاينل يير. فعايز اتكلم عن المشاكل اللي هي بتاعت الطلاب اللي هي بتواجه الطلاب السودانيين بالضبط كده في الهند عموما. فعموما في البلد دي هنا المشاكل اللي هي بتواجه الطالب، اول مشكله والمشكله الاساسيه هي مشكله اللغه الانجليزيه. يعني انت بتجي من هناك بتجي تفاصيلك بتكون مختلفه تماما، فلما يكون ما عندك لغه، يكون ما عندك تفاصيل زي دي، بتواجهك بعض المشاكل، ما بتقدر تتعامل مع الناس، طريقة الجامعة كيف، لكن بتاخد بعض الوقت. فيما بعد الأمور كلها إن شاء الله بتكون كويسة يعني، فما في شيء صعب، أهم شيء بس الإصرار العزيمة للإنسان. ففعلا والله ما في شيء صعب يعني، الإنسان لو خدت حاجة في نفسه بيقدر يتجاوزها، أو هي كلها مرحلة بسيطة بيقدر يتخطاها مهما كانت متعبة. لكن نزل الله التوفيق لجميع الطلاب اللي بيجوا من برا. فانت حاليا جينا هنا في بي سي تي، ومرحب بك والله كثير، نورتنا. وبي سي تي والله زي ما بقولوا جامعه حنينه وتفاصيلها كلها. بالنسبه لي انا زاد كابراهيم غايته ما شايف اي عقبه واجهني الحمد لله في الجامعه. طيب ثواني ابراهيم اسالك سؤال. نعم. لو رجع بك الزمن ودار تجي لسه بتختار بي سي تي؟ أكيد نختار بي سي تي. واحد اثنين، لو رجع بيك الزمن وقبل ما تجي وعندك الخبرة اللي لسه حاليا موجودة دي، تعمل شنو قبل ما تجي هنا؟ حاجات المفروض تعملها شنو كان؟ والله طبعا كطالب جديد جاي من برا اللي هو بيقدم أوراقه، بيشيل التقديم بتاع الجامعة، القبول بتاع الجامعة، بعد ذلك همشي هضطر لاستخراج فيزا جديدة إذا كنت أنا في دولتي حاليا يعني. فبعد ذاك بجيب يعني ما بيكون عندي مشكله اصلا، بيكون اوريدي انا عندي خبره عن الجامعه، وبيكون عندي زي ما بنقولوا بعض التفاصيل عن الجامعه اذا كان من جديد يعني جاي. فاما اللي طالب جديد بيكون يعني كده مرتبك انه الجامعه دي حيكون تفاصيلها كيف، او حيكون مثلا انا القى القبول كيف اول حلقه. بالمناسبه هنا نحن كسودانيين ما عندنا فريق انه ده مثلا ده من جهه كده ولا ده من كده ولا كده، نحن هنا كاسره كبيت واحد يعني، ما عندنا اي اختلاف في اي شيء الحمد لله رب العالمين. عموما السودانيين هنا يعني الليله انت هسه جيتنا جديد لقيتني انا امورك منتهيه، حتى لو دكتور صديق ما معك امورك منتهيه، اذا كان سواء من اجراءات من تفاصيل بتاع الجامعة، أي مشكلة واجهتك، لأنه نحن يعني زي ما بقولوا الحاجات زي دي ما لقيناها هنا، نحن دي لقيناها من زمان يعني، لقيناها زي ما بقولوا ورثة عندنا بوالنا، إنه مثلا يجي زول جديد يجيك كيتعامل معاك في تفاصيل. أيوة نعم يعني، حتى ولو أنا ما مجبور. طيب لا أنا سؤالي لك، لكن شي دي غريزة فينا يا إبراهيم. لا قصدي في موضوع مثلا جيت جاي جديد تنصح الناس الجايين شنو موضوع الانجليزي؟ والله انا بنصح الناس الجايين جديد انه مثلا لو زول شال فتره القبول اللي هو شاله، ايوه بغض النظر عن الكورس اللي هو عايز يعمله، يحاول يقدر يجي بدري قبل الجامعه تبدا باربع او خمسه اشهر عشان يقدر يصلح لغته الانجليزيه. هاي فعلا هي ما بتتصلح في الخمسه اشهر، لكن على الاقل كده الواحد بيعرف الاساسيات، بيعرف طريقه المخاطبه، طريقة التعامل في الجامعة، طريقة التفاصيل اوكي تعال جاي حاصلة في الجامعة اوكي يجو. فالموضوع ما خطير يعني، كون انه طالب يجي من برا بيشوف هاي فعلا المشكلة دي هي كبيرة شديد، لكن بالعكس المشكلة دي هي مبسطة جدا. انا لما جيت هنا ما كنت بعرف اتكلم انجليزي اوكي، ولا اسمي بالانجليزي ما بعرف اكتبه، الحمد لله اللي انا بتكلم هندي وبتكلم انجليزي. عرفتين كيف؟ قعدتها قريت اجتهدت يعني. أيوة. في اليوم بكتب 10 15 20 كلمه. ايوه حتى لو انا ما حفظتهم على الاقل بكون انا بس يعني شنو عرفت انه في كلمه كده لاقتني الليله، لكن هي شنو او معناها شنو انا ما بعرفه. ما في شيء صعب، الانسان بس بالنهايه يحاول يخط الاصرار الهدف قدامه زي ما بقولوا، وان شاء الله ما في زول كده ما بيقدر يميل هدفه او الحاجه اللي هو جاي لها من برا.
اوكي شكرا جزيلا دكتور. الله يجزيك خير. هننزل في اليوتيوب ها؟ ان شاء الله. الله يجزيك خير يا ابراهيم.